موسيقار زي ما بيقول الأستاذ محمود أبو العزاين، إن ما حد جواه الجهوية والعرقية، سودانوي موسيقار. بدأ الموسيقى الحضرية هو اللي في حلة خوجلي سنة 16، تلقى الفن القديم من السيارات، شريفة بنت بلال، بنت العقاب، نجف، قطعة الخشوم، الغنى بتاع السيرة، تلقى الموسيقات العسكرية من الجنود السودانيين، موسيقى الأورط، المارشات العسكرية من القرب ومن آلات النفخ وكذا وكذا. سمع وكان ساكن في حلة خوجلي وهو صغير، جنبهم في حلة حمد فيها مصطفى بطران، بيجوا ناس كرومة وسرور بيعملوا بروفاتهم هناك. سمع الحقيبة منهم، سمع التمتم من ستو اللي هي رابحة التمتم، هي اسمها رابحة خوجلي، بيقولوا رابحة التمتم. كل الأشكال في الموسيقى في العاصمة سمعها. عامل في السكة حديد في فترة، هما كان نجار، سافر السودان كله عن طريق السكة حديد، جمع كل التراث السوداني، وفيما بعد سافر كل أفريقيا وغرب شمال أفريقيا، فجمع التراث عن وعي. فأسلوب عبد المعين في جمع التراث يسمى الفيلد ريسيرشز، البحث الحقلي، الجمع الحقلي أو البحث الميداني. فشكل مقامية خاصة به. من ذلك إذا جيت لعبد المعين مثلا في بنات الريل، بنات الريل دي أصلا أغنية الصيد بيشبهوه بالبنات، لكن هنا البنات شبهوهم بالصيد، وأصلا مشي رحلة بتاعت قنيص مع حبيب حسن وبفتشوا للصيد. لو جيت في بنات الريل الزراف تلقى الموسيقى الطنة بتاعت النغم ده فيها الأصل الأفريقي الزنجي والأصل الأفريقي العربي في الأندلفونج والأصل التبداوي، المقامات بتاعت الهدندوة، يعني الثلاثة مقامات دي جمعهم في مقام واحد، والإيقاع تمتم، لكن النبر بتاعه بيطلع لك النبر بتاع النحاس. بنات الريل الزراب نيرة الخدود لمعات الوجد مالي نوع عدن وخلفا لي مالي نوع عدن وخلفا لي عرف إسماعيل بفنان مؤتمر الخريجين، حيث لحن وغنى له أشهر أناشيده، وهي للعلا للعلا، صهي كنار، وصرخة، وكانت توجه له الدعوات من مختلف أنحاء السودان لأداء هذه الأناشيد والأغاني في المناسبات الوطنية المختلفة. البداية كانت هي زي ما قلت يا غريب بلدك، ولما شعروا الناس الخريجين بأن الأغنية دي ما قدر المؤتمر بتاع الخريجين، قام اقترح عليه انه حيجيبوا له اناشيد هو يلحنها. فاول نشيد جابوا له لخضر حمد هو للعلا، فقام لحنه، وبعده جابوا له صرخه الروى الدمي من مصر من الدكتور محي الدين صابر، وبعده جاته صهي كنار لمحمود ابو بكر، وبعدها اخر حاجه كانت السودان الجديد للبروفيسور سعد الدين فوزي. فدي بيسموها اغاني المؤتمر او اناشيد المؤتمر. عبد المعين كان مدرسة لحنية متفردة، غاص في المحلية ليخرج لنا ألحانا ذهبية توزعت ما بين أصدقائه من الفنانين، وكان يحتفظ بعلاقة صداقة وود قديم من أيام الدراسة لصديقه الفنان سيد خليفة. Shit!
من غاب يومي نعم يا علي وحبيبي كان دايما هو لما بيعمل بروبات للفنانين بيمشي يجيب بعيد يسمع الاصوات من هناك يجي من هناك يقول لك لا شغل ليدي واعمل ليدي وبعدين اذانه سميعه الله يرحمه كان اذنه يعني نظيفه كان فكان صوتنا دايما بيكون بارز في اثناء الاداء بيكون بارز شويه فقام عنده اغنيه فزهزهواني قال لي مش هديك الاغنيه دي غنيه قلت له كويس ما في معنى فقام كتب النوتة بتاعتها واداني لها غنيتها احنا قاعدين هو بيعمل معاي بروفات يعني تشيك دايما بيعمل يحب يعمل تشيك وبعدين من الناس اللي يعني في الفن بالذات دقيق دقيق بشكل فوق متصور الدقة جنس عشان يعني يهريك هريان كده عشان يجيب الحاجة اللي هو عايزها وبعدين من الميزة اللي فيه الحلوة يقول لك شنو الغنوة انا بديك اللحن لكن ما تغني بطريقتي انا تغني بطريقتك انت تخط لونك انت تخط مشاعرك انت استقى عبد المعين ألحانه من كل مكان يزوره فمن أقاصي الشمال إلى أقاصي الغرب والجنوب والشرق أخذ الكثير واستخدم الأهازيج الشعبية ليصنع منها غناء يمشي بين الناس ويتداولونه غناء كالذهب لا يصدع برضو أنا كنت صغير قبل ما أروح الفاشر عشت في الجنوب كثير عشت زي 5 سنين في منقلة مع أبوي يعني. بعدين في منقلة هناك ساكن بيت مرأة كبيرة اسمها أم الفقر حبوة زيتونة أبوها راجلها كان بيتعشق القادرية بتقعد برا بتشفي الطبق هي تمدد رجلينا وبتقعد تغني أنا بقعد جنبها صغير سنة 25 بقعد جنبها بتقول كندرو ومندرو خبر الحل ذا صحيح كندرو ومندرو قالوا الزول اللي قد ريح كندرو ومندرو بقول له حبوا زيتون ذا شنو بتقول لي امبارح سمعنا واحد من الشباب الطايش ده الشواطين ديل هتهجم على البيت هناك ومسكوا دقوا والناس بيقولوا قتلوا ناس بيقولوا مجروح ساكن فالناس بيسألوا بيقولوا يعني خبر الحل ذا صحيح بيقولوا كان دروا يعني الناس زي كان دروا وما ندروا فلقيتها بتغني في الحكاية دي متلمسة لقيتها بتقول كندرو مندرو خبر الحلة ذا صحيح كندرو مندرو صحيح كندرو مندرو خبر الحلة ذا كندرو مندرو خبر الحلة ذا قالوا زلقوا نصيح كندرو مندرو قالوا زلقوا جريح كندرو مندرو واحد قالوا ذا نصيح كندرو مندرو الباب اللي بيجيب الريح يا اخي سد واستريح كندرو مندرو حبر حلة صحيح كندرو قالوا بندي والذبيح كندرو
وعود مع الشحيح بندروم العارب عز مستريح بندروم العارب عز مستريح بندروم وخبر الحل ذا صحيح بندروم قالوا الحر رجع لحاله كندروم ورجعت ريمة ليه قديمة كندروم يا أخي إذا الوضع الصحيح لازم الزول يكون صريح كندروم اندروم العز مستريح كندروم العارف عز مستريح كندروم ما بقعد مع الشحيح كندروم ما بقعد مع الشحيح كندروم حبنا مع الريح كندروم همنا سهم مع الريح كندروم لم يكن صيت ألحان عبد المعين محصورة في السودان فقط، بل أثرى ساحل الباسيفيكي ونفح اليانكي مارشا عسكريا بطلب من قائد الأسطول الأمريكي بمصر، ولذلك قصة يرويها عبد المعين بنفسه. أنت تعرف أن النشيد لا يخلص شعبي ده، الأستاذ إسماعيل أخذوا من الفولكلور بتاعنا القديم، بعدين أخذوا منه أخذته منه البحرية الأمريكية. يعني أصبح نشيد عالمي. أنا زمان قلت لي أحمد رحمه الله عم أحمد مرجان وريته له وريته الطريق، عم أحمد من الناس اللي كان بيغنوا كده أبدأ النشيد ذاته التوقيع بتاعه هم ظاهر عندهم. أنت أخذته من وين؟ أخذته من الخدير، كان بيجوا ماشيين بقدام حلتنا حل الحمد. الخدير ده شو؟ قرطة، من قرطة الخدير كان بيجي مدرمان هناك بيوتك كانوا مدرمان وبعدين راحوا شنقة مكسرة دكتور موجود أيوة اسمه الخدير. كان بيقولوا شنو؟ كانوا يقولوا أطير بيحوم فوق الرمم أخوان البنات ربطوا له كلام أطير بيحوم فوق الرمم أخوان البنات ربطوا له كلام ما في كده يعني يقولك يعني المرة بتغني بتقول يعني ما بيعجبني الجند البجري واجعني الزول جرى أطير بيحوم فوق الرمم ده اللي بيحبوا الموت أصلهم زمان بيحبوا الموت، الواحد لما نقع ما بيقول ارفعوا، امشي فوق وقول أمك وفوت. ما في أحد بيقول الكلمة دي غير الجندي السوداني. بعدين أنت حولتها كيف؟ أنا هي يعني كانت بقت يعني أنا حولتها سنة 43. دومي فا 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 سيفا، دومي فا فا ميمي دوسي. قمت أشيل تغيرته وعملته بالطريقة دي، أديته للراجل بتاع الكشافة في مصر. كان اسمه تندر باون والمين كده انجليزي بارين فاور اديته له سنة 43 وقال لي يعني اذا بدون فلوس قلت له لا بدون فلوس وسبته بعدين السفارة الامريكانية بعثت لي في المدرسة بعدين واحد اسمه محمود ابراهيم كان ماسك صوت امريكا قال لي يا اخي عاوزينك انت اديت باون باور اديته نشيد والنشيد ده عاوزين تجيب النوت عشان تروح تعزف المريم مزيكا البحريه في تبرق وفعلا قمت من مصر ورحت بطياره لحد تبرق ومن تبرق شالوا بها هليكوبتر نزلوني في باب بارجه لقيت الاوركسترا موجوده كلها جاهزه اديتهم النوت هم بقى بطريقهم وزعوا لي كرنيت سي بيمول كرنيت لا بيمول كرنيت سكسفون التو سكسفون تينور سكسفون وزعوها طبعا كل واحد له كتابته لوحده وقال لي نفرجك في البارجه فرجوني في البارجه واكلوني وشربوني وحاجات زي كده وجيت مارق لما جيت مارق قال لي اسمع النشيد بتاعك سمعته بقى بطريقه التوزيع على الالات الموسيقيه كلها ما كان قريب لي لكن لا كان قريب لي يعني اللي بتاع هاي لكن ضرب الطير بحنف قريمم هاي ضرب الطير الاصل بتاعه الاصل ضرب الاصل ايوه عبد المعين منذ صباه الباكر اختط لنفسه نهجا خاصا في التأليف وكانت ألحانه تتم بطريقة لم يألفها الناس فمن الحكامات ومساعدي اللواري أدخل عبد المعين التمتم واللحن الخفيف والمقدمة الموسيقية وتوظيف المارشات في الغناء والموسيقى فإذا كان خليل فرح هو أبو الأغنية الوطنية فإن إسماعيل عبد المعين قد خلفه في ذلك فهو الذي ثبت الأغنية الوطنية في الذاكرة السودانية
ووضع لها الأنموذج الأمثل ودونكم صه يا كنار. Yeah, can I?